بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا العرض الذي تم عمله ببريزي يوضح ويلخص ملخص الوحدة الأولى في مقرر علم وظائف الأعضاء وعنوانه العلاقات المائية. لما بنتكلم على العلاقات المائية بنبدأ بتركيب الماء، التركيب الكيميائي للماء. طبعا احنا بنقول النقاط الرئيسية، ده مش شرح للوحدة بالكامل. فبنتكلم على تركيب المية، ان هو بيتكلم من ذرة اكسجين وذرتين هيدروجين بربطة تساهمية زي ما هو واضح، وفي زاوية بينهم بالشكل ده. هذه الزاوية وهذا التركيب يجعل جزيء الماء قطبي، بمعنى ان الاكسجين بيبقى عليه شحنة سالبة والهيدروجين هنا وهنا بيبقى عليه شحنة موجبة. هذا الارتباط زي ما احنا شايفين بيجعل جزيء الماء قطبي. الرابطة اللي بتبقى موجودة بينهم رابطة تساهمية نتيجة مشاركة الهيدروجين بالإلكترون والهيدروجين الآخر بالإلكترون والأكسجين بالإلكترونين، وبالتالي يصبح التركيب مستقر. هذا التركيب للماء الحقيقة بيبقى فيه نوعين من القوى، قوى التماسك وقوى الالتصاق، وده ليه علاقة بالخاصة الشعرية. قوة التماسك بنتكلم عليها ونقصد بيها هي ده جزيء المية اللي على اليسار اللي هو متكرر هنا. كل جزيء مية من دول بيرتبط بجزيء آخر نتيجة الشحنات الموجودة عليه. فالهيدروجين اللي هو باللون الأبيض ده عليه شحنة موجبة، بيعمل رابطة هيدروجينية مع جزيء آخر من المية عشان يبقى السالب مع الموجب. هذا هو تركيب المية ودي قوة التماسك. يبقى قوة التماسك تنشأ نتيجة قوة أو الروابط الهيدروجينية اللي موجودة بين جزيئات المية. أما قوة التماسك، قوة الالتصاق ما بين جزيئات المية والإناء اللي موجودة فيه، وده بيؤدي إلى ما يعرف بالخاصة الشعرية اللي هي نتيجة قوة تماسك جزيئات المية والتصاقها بجدار الوعاء الزئاجي اللي هي موجودة فيه، فتصعد المية إلى أعلى. وكلما كان قطر هذه الأنابيب أصغر كان ارتفاع المية اعلى كما هو واضح. طبعا علاقة ده بالنبات ان الاوعية الخشبية اللي موجودة في النبات بتكون عبارة عن اوعية خشبية او اوعية ضيقة القطر، وبالتالي بتصعد الماء الى اعلى. عفوا، لما بنتكلم على وعندما نتحدث عن الاغشية الخلوية فبنتكلم على ثلاث انواع من الاغشية: الغشاء غير المنفذ زي طبقة الكيوتين او الادمة اللي موجودة، غشاء منفذ تماما زي جدار الخلية، والغشاء شبه المنفذ اللي هو البلازما ممبرين او الغشاء البلازمي زي ما احنا شايفين. لو اغربنا شوية على التركيب بتاعه، التركيب طبعا المعروف والمشهور مش هنتكلم عنه بالتفصيل، احنا مجرد بس بنشير الى التركيب اللي هو المزدوج طبقتين من الدهون والبروتين اللي هو الكاره للمية والمحب للماء، وده تركيب مبسط واحنا اتكلمنا عنه بالتفصيل سابقا. الحقيقة لما بنتكلم على المية باعتبارها المذيب الاساسي في الكائن الحي، فلازم نتكلم على ظاهرتين: ظاهرة الانتشار، ونقصد كلمة انتشار اللي هي ايه؟ توزيع. الانتشار ده اللي هو توزيع جزيئات، اللي هو انتثار او انتشار او توزيع جزيئات الملح اللي هو المذاب بين جزيئات المذيب وليس العكس، لان الملح هو الموجود بكمية قليلة. هذا الملح او هذا المذاب اللي هو بنسميه الطور المنتثر او الطور المنتشر او المتوزع او الملح او المذاب، وده بيكون هو الاقل في التركيز زي ما احنا شايفين، يبقى بيتحرك من المكان العالي التركيز الى المكان الاقل في التركيز. اما اذا كان هناك غشاء يفصل ما بين محلولين زي ما احنا شايفين، ففي الحالة دي بنتكلم على ظاهرة تانية او انتقال اخر، بنتكلم على الاسموزية. يبقى الجزء الاولاني احنا تكلمنا عن الملح او المذاب، هنا بنتكلم على المذيب. اللي بيحصل انه بيكون فيه وعائين زي بالشكل ده كده في كل منهما ماء، في الناحية اليمين او الجزء الايمن دايب فيه املاح، وبالتالي تركيز الاملاح هنا عالي، هنا تركيز الاملاح صفر، ما فيش اي املاح موجود. نتيجة هذا الضغط وهذا الازدحام نتيجة وجود الملح او التركيز العالي اللي هنا، عايزين نخف الضغط ده، فبتنتقل جزيئات المذيب مش المذاب اللي هو المية، تنتقل عبر الفتحات الصغيرة في الغشاء شبه المنفذ اللي شفنا تركيبه منذ قليل، فبتعدي هنا بحيث انها تقلل هذا الضغط، وبالتالي هيرتفع سطح المية في الجزء الايمن. لما بيدوب المذاب في المذيب يعني بيحصل انتشار او ذوبان، فبنتكلم على ثلاث انواع من المحاليل. اذا كانت الجزيئات ايونية او جزيئية حجمها صغير فبنتكلم على محاليل حقيقية، اما اذا كان الجزيئات اكبر حجما
زي الرملة مثلا، فدي بتترسب بعد كده فدي بتعمل معلق. أما إذا كان زي الزيت وبيفصل في طبقة لوحده فده مستحلب، يبقى المعلقات والمستحلبات اللي هي موجودة بجزيئاتها حجمها كبير بالشكل ده اللي على اليمين. بيبقى في حالة وسط ما بين المحاليل الحقيقية اللي هي الثابتة والمحاليل المعلقات والمستحلبات اللي هي الكلويدال أو الغرويات، المحاليل الغروية بيبقى حجم جزيئاتها وسط وبتاخد صفتين، صفة من هنا وصفة من هنا، يعني هي صفة وسط ما بين المحلولين. الحقيقة الصفات المحاليل الغروية لها صفة أساسية، الحركة البراونية نسبة إلى العالم براون، أي حركة عشوائية للجزيئات زي ما احنا شايفين. فبيكون اهو لما بنحط نقطة صبغة او ما كده بتتحرك وبتدوب لوحدها حتى من غير ما نقلب او من غير اي شيء خالص، بتنتشر. هذا الانتشار اللي حشفناه من شوية من التركيز الاعلى للتركيز الاقل نتيجة حركة الجزيئات زي ما احنا شايفين، والاصطدامات التي تحدث ما بين الجزيئات وبين جدار الاناء فيجعلها في حركة دائمة. هذه الحركة الدائمة تمنحها من الترسيب فتبقى دايما دايبة. الظاهرة الثانية اللي الخاصة بالغرويات هي ظاهرة تندل، برضو نسبة الى العالم تندل اللي شاف ان مسار الضوء ده محلول حقيقي وده هنا هو غروي، فلما بنحط ضوء ليزر بالشكل ده ما بشوفش مسار الضوء، هو الضوء هيعدي في الاثنين لكن مسار الضوء ما اقدرش اشوفه لان جزيئات المحلول الحقيقي صغيرة فمش هتشتت ولا تكسر ولا تعكس مسار الضوء فمش هيبان. اما في المحلول الغروي جزيئات بتبقى حجمها اكبر شوية فتؤدي الى تشتت وانعكاس وتكسير لمسار الضوء فنقدر نشوفه بالشكل ده. لو قارننا ما بين الثلاث محاليل هنلاقي المحلول الحقيقي يبان رايق بالشكل ده لان مسار الضوء مش هشوفه، اما في المحلول الغروي هلاقي مسار الضوء واضح بالشكل ده، اما في المعلق او المستحلب هلاقي الحبيبات كمان واضحه لان حجم حبيباتها زي الرمله مثلا ما بتدوب في الميه او ما شابه او الزيت، فهنلاقي الحجم والجزيئات بتكون واضحه. طيب كل ده بيؤدي او بيوصلنا في النهاية الى الحديث عن امتصاص الماء وصعوده داخل النبات. يعني احنا بنتكلم على المية وصفاتها، بنتكلم على الاغشية، كل ده عشان نوصل ازاي النبات بيمتص المية. طبعا النبات بيتكون من جذر وساق واوراق بالشكل ده، المية بتصعد من اسفل الى اعلى. بنشوف الخطوة الاولانية بنتكلم على الجذر، بنلاقي ان المية موجودة في التربة حوالين الشعيرات الجذرية بتمتص نتيجة الحركة الاسموزية زي ما خدنا، وبتبتدي تنطلق من الخلايا من الخارج توصل الى الاوعية الخشبية صعودا الى داخل اوعية الخشب الضيقة نتيجة الخاصة الشعرية والالتصاق. اهي جزيئات المية، الروابط المنقطة دي اللي هي قوة التماسك ما بين جزيئات المية وموجودة بين برضو مع جدار الوعاء الخشبي، يبقى قوة تماسك وقوة ايه التصاق. ويستمر عمود المية متصل الى ان يصل في الاوعية الخشبية اللي موجودة في الورقة، بتبتدي تخرج جزيئات المية من الثغور في خلال عملية تسمى عملية النتح. طبعا في النتح بتخرج المية في شكل بخار مية مش قطرات. النتح ده هو خروج المية من الثغور وغالبا بتكون خلال النهار زي ما هنشوف بالشكل ده. تركيب الورقة لو خدنا قطاع فيه اهو، فهنلاقي ان الطبقة البشرة العليا البشرة السفلى للورقة وفيها ثغور بالشكل ده، هنا في اوعية في الخلايا الدعامية او الخلايا العمادية، ودي خلايا اسفنجية في بينها مسافات هوائية، وده التركيب الاوعية الخشبية. المية بتيجي طبعا بتوصل من الجذر للساق خلال الاوعية الخشبية دي وتبتدي تخرج في الفراغات دهية وتتبخر نتيجة الحرارة بتحيط بالورقة عشان تخرج في شكل بخار مية، وادي الثغور بالشكل ده في حالة غلقها وفي حالة فتحها عشان تخرج المية في صورة بخار. الحقيقة ده كله بيؤدي الى ان امتصاص المية اللي بيحصل داخل الانسجة النباتية سواء في الجذر او في اي مكان اخر، لكن طبعا بنتكلم على الجذر. الامتصاص عموما بيكون كالاتي، لو لاحظنا في الشكل ده هنلاحظ هنا ان جزيئات المدورة دي او المثلثة او الشكل بالشكل ده كده، دي جزيئات موجودة خارج الخلية وده جدار الخلية الغشاء البلازمي. طبعا واضح ان تركيزها هنا برة اعلى، فمجرد انها تخش للداخل عن طريق النفاذية او عن طريق بمرور بسهولة جدا بدون بذل طاقة بالشكل ده، او احيانا بتكون انتشار من الاعلى للادنى او من التركيز الاعلى للتركيز المنخفض بيكون بمساعدة بعض المركبات الموجودة في جدار الخلية. لكن في اي حالة من الحالات دي هنا مجرد قناة بس بتسهل دخولها، هنا مجرد مساعد ان هو بيعديها، لكن في الثلاث حالات هنا دول عبارة عن امتصاص سالب لا يبذل فيه طاقة.
وده غالبا بيكون زي ما بيحصل نتيجة النتح اللي بيسحب المية الى اعلى. اما اذا كان انتقال الجزيئات زي ما انتم ملاحظين هنا، الجزء المربع ده هنا اهو، المربعات دي دول اتنين بس، انما هنا ستة، معنى كده التركيز هنا عالي. وبرغم كده نجيب المواد دي بتدخل الخلية لان محتاجاها، من التركيز الاقل للتركيز الاعلى. الاقل يعني كأن واحد في السلم اللي تحته عايز يطلع في سلم عالي فيبذل طاقة، كل ان هو هيبذل طاقة ده بيبقى بنسميه امتصاص موجب. ده كان ملخص الوحدة الاولى، لكم كل تحياتي وارجو ان احنا نرجع للتفصيل ولا نعتمد على الملخص فقط. شكرا جزيلا، والى ان القاكم في محاضرة قادمة وتلخيص اخر، في اثقكم في رعاية الله وامانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.